يعني احنا مثلا شايفين هذه الفرحة العارمة اللي يعني بنشوفها على المذيعين او ما يسمون يعني انفسهم بمذيعين على هذه القنوات الإرهابية، شايفين سعادة غير طبيعية بما يحدث من عدوان على ارض ومواطنين عرب، يعني او على ارض عربية ودولة شقيقة وهي سوريا. فسري لي السعادة دي. طيب احنا هنتفق تاني ان الاعلام بيخدم صاحبه وهم خدام اصحابهم. مين اصحاب بغض النظر هم يعني ما عندهمش انتماء وطني مثلا؟ لا، هو دلوقتي هو انتماء عروبي او قومي، هم بيتعاملوا على ان الاعلام صناعه، الصناعه تساوي فلوس، هم بيتم تمويلهم بشكل معين بمقابل كبير جدا وكلنا عارفينه، وبالتالي هم بيعبروا عن رأي او هم لسان حال من يمولهم. فانا مش مستغربه على فكره خالص من طبيعه التغطيه اللي هم بيقوموا بيها نهائيا، بل بالعكس انا شايفه ان هم عاملين واجبهم في اطار ان هم بياخدوا فلوسهم من الشخص اللي بيمولهم بشكل معين. فانا بصراحه مش مستغربه تماما المساله دي. وخليني برضو معاكي في مساله ان العمليه نفسها، عمليه الهجوم التركي على سوريا، اسمها منابع السلام، يعني هو مسميها كده. فطبيعي جدا ان كل التغطيه تاتي في الاطار ده. هو طالع اساسا باكذوبه، يعني هو تركيا قامت باكذوبه كبيره في العدوان على سوريا، من اعاده توزيع اللاجئين السوريين مره ثانيه على المدن، وتطهير العالم من الارهاب والتخلص من الدواعش. كل دي المبررات واستراتيجيه التبرير اللي هم بالفعل اتبعوها اثناء قيامهم او اثناء كمان تمهيدهم للحمله دي. فبالتالي طبيعي جدا ان من يقوم بالدعايه ليهم يكون بنفس الطريقه. الاعلام قائم على ضلال، والضلال هو من يقدمه صاحبه اللي هو صاحب هذه الفكره اللي هو أردوغان.